تابت نينوى بمنادات يونان. تصوروا يونان يتكلم ومن قوة كلامه يتوب ويصوم 120,000 نسمة. ده ايه الجبروت ده؟ ده في ناس بيوعظوا او بيلقوا كلمة ما تتوبش 2-3، لكن ده يتوب 12 ربوة. الربوة 10,000، يعني 120,000 نسمة يتوبوا على ايديه. ده جبروت. ومش بس يتوب الشعب، ده حتى الملك نفسه نزل عن عرشه وخلع تاجه وقعد في المسوح والتراب. دي تعطينا فكرة عن قوة الكلمة، لأنها كانت كلمة الله. لأن ربنا قال ليونان روح وقول لهم، فكان يحمل كلمة الله إليهم. وكلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين وخارقة إلى أعماق النفس من الداخل. يا ريت الحكاية